فيكي يا مصر. ايوه واسرع مطبخ فيكي يا مصر واشطشط مصر. واشطشط مصر. انا كمان ما بحبش الشطه على فكره. اللي بتاكله انا بس اللي باكل بصراحه. لا ما هديتني اكسبشن المره اللي فاتت. قالت لي معلش عشان خاطر انا من غير شطه من غير شطه حاجه صغيره كده. فعايزين نسمعهم معانا على التليفون. واهلا بيك يا اوشي واهلا بيك يا ميزو. شفتنا الجمال ميزو. اين انت يا ميزو؟ اخبارك ايه؟ اخبارك انت ايه عامل ايه؟ كله زي الفل. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين وقناه المحور كلها بخير وسلام. القناه الجميله اللي احنا كلنا بصراحه يعني حسينا فيها بدفء العيله فعلا يعني. الحمد لله رب العالمين. يعني. الحمد لله رب العالمين. حاسين انكم بجد بقالكم كتير معانا صح؟ والله بصي هو من اول يوم دخلنا فيه وحياه ربنا الكلام ده بجد. ممكن تعلي لنا الصوت عشان احنا مش سامعين قوي يعني؟ اتفضل يا ميزو. بقول لك والله من اول يوم دخلنا فيه القناه انا وجوشي يعني صديقي الحبيب طبعا يعني حاسين والله فعلا ان احنا في مكان بقالنا مثلا سنين موجودين فيه. الناس الحمد كلها لله. حبوبه والناس كلها بتشتغل حلو والناس كلها بتساعدك على ان انت تنتجي حاجه حلوه وانتم شايفين طبعا الكلام ده كله بيطلع في المطبخ. هي دي الروح الجماعيه اللي كنا بنقول عليها. الحمد والله. لله رب العالمين. ميزو انت متخصص في الاكل الغربي. بالظبط بالظبط بالظبط. احكي لنا ايه يعني ابتديت ازاي مع الموضوع بتاع الغربي ده؟ بصي المطبخ اصلا انا بدات فيه وانا صغير يعني انا من وانا صغير كده كان اخواتي واحنا قاعدين ما تقوم تعمل لنا اي حاجه ناكلها. فمن الاول كنت بحب افتكس كده ونطلع افكار جديده. لما كبرنا بقى والانترنت والكلام ده كله ابتدينا نخش بقى وندور على الوصفات اللي احنا مش من يعني المختلفه بره الصندوق عارفه اللي هو ايه الواحد احنا مصر متعودين ناكل خضار ومش عارف والرز خضار ورز ولحمه خضار ورز وفراخ. بالظبط بالظبط. فابتديت ابص طب ما في حاجه اسمها بيكاتا، ما في حاجه اسمها يعني اصناف جديده احنا عمرنا وبالفراخ وباللحمه وبالجمبري والكلام ده كله يعني. فقلنا طبعا يعني او انا احب بقى ان انا افتكس واخرج بره الصندوق زي ما بيقولوا. حلو جدا. فابتديت امشي في الوي ده. ايه ده؟ هو في حاجه ده اهم ما يميزكم الحقيقه. في حاجه اسمها شوربه كولي. ايه شوربه الكولي ده؟ شوربه الفلفل الاحمر. ايه ده؟ احنا عمرنا ما شربنا. يا نهار ابيض طلعت حلوه حلاوه شوربه الكولي. الكولي الفلفل الاحمر ويعملوا شوربه. حرقها اقول الجمال اكيد اي حاجه تقول عليها حلوه حرقها. لا بجد هايل هايل وتسلم ايديكم واحنا بنتعبكم معانا بس انتوا بجد منورنا. وتعليقات الناس كلها على اكلكم وكل جربوا بما فيهم انا بتقول ان هو انتوا اللي جمال. انتوا اللي جمال وبتحلوا دايما اي حاجه يعني احنا بنعملها. وطبعا حبيبي وصديقي اوشي يعني الجميل احنا بنعمل كونتراست احنا الاثنين مع بعض جميل يعني. على فكره من اجمل الحاجات ان انتوا الاثنين بتعملوا مع بعض ما شفتش حد فيكم بيحاول ياخد حته من التاني او يحاول ياخد سكسين من التاني او يحاول يفتي للتاني. بالعكس كلكم انتوا الاثنين بتساعدوا بعض بطريقه غير عاديه. حبيبي فدي روح حلوه وبتطلع للمشاهد على طول. طبعا يعني طبعا يعني. وانتوا طيب. انتوا والله ثانيه واحده ثانيه واحده وانت معانا كده على التليفون. الو اوشي. يا اوشي راح فين؟ اوشي اوشي اوزي اوشي مستخبي في الفرن ورجع. اوشي راح فين؟ هاتوا لنا اوشي يا جماعه. والله والله يا مها في حاجه فعلا يعني انت عارفه بجد احنا واحنا شغالين لما بنتكلم معاكم ونقعد نقول احنا بنعمل ايه ونسوي ايه والكلام ده كله الموضوع ده فعلا فعلا عارفه انت بيزيد روح المحبه فاهمه؟ الحمد لله. احنا بنطلع لو الحاجه بتطلع حلوه بتطلع احلى واحلى. والله زي ما رانيا كانت بتقول الوقت الحلو في اليوم بالنسبه لنا لما بنيجي وبنقابل بعض ده فعلا. احلى وقت بالنسبه لنا في اليوم. اي نعم انا اكتر واحده بتعب فيكم كلكم بما اني ساكنه في اخر التجمع الا اني اول ما بوصل هنا ببقى في منتهى السعاده. والبرد يا مها والبرد انا بشوف السعاده وانت بتاكلي ومستمتعه. ايوه صح ما بكذبش يا جماعه انتوا اكلتوني سمك ولما بشوف باقي ببقى في منتهى السعاده بشوف شيرين ببقى في منتهى السعاده. قلبي 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 كده بيبقى بيرقص لما بشوف. هي دي اللمه الحلوه فعلا هي دي والله فعلا اللمه الحلوه. حقيقه ربنا بجد مدينا فريق عمل هنا في منتهى الجمال والحقيقه. رايي وسجاب وشيرين ونوره واحمد وكل الناس واشرف ونهال. عارفه يا مها هي اللي فعلا حبيبتي. اول يوم لينا كان في القناه يعني طبعا استاذنا الجليل الاستاذ شاكر يعني قال لنا ان دكتور حسن راتب اصلا هو فكره الاسره فكره العيله. ده احنا كلنا يا جماعه اسره وعيله واحنا لازم نتدرب في المنطق ده. ده حقيقي صراحه. وبصراحه ده من اول يوم من اول ساعه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله دي ميزه ان انت تروح شغلك وانت حابب ان انت تروح شغلك.
وشي فين يا جماعه؟ جبتوا لنا وشي ولا لسه؟ بتجيبوه ايه؟ هو لسه ما استواش ولا ايه؟ يعني مش فاهمه. لا في الفرن يمكن اكل شطه كتير النهارده، مش عارفه ايه طيب احنا عايزين نعرف في الفتره اللي جايه هتقدموا لنا بقى حاجات جديده يعني يا ميزو؟ بصي الفتره اللي جايه بقى كلها جديد ان شاء الله يعني، تمام. احنا طبعا هنكمل على الكونتراست اللي احنا عاملينه انا ووشي الشعبي والغربي الجميل اللي احنا بنعمله، وهنطلع افكار جديده خالص، تمام. هنعمل ايتمز يعني جديده، هنستخدم الاصناف اللي احنا بنستخدمها في الاكل بشكل صحي. هنعمل يوم للدايت، هنعمل يوم للعجين، وازاي ان احنا يوم للدايت ويوم لايه يا ميزو؟ للعجين. للعجين البيكري. اه طبعا. احنا لازم نمشي على الوي ده، لان احنا كلنا لازم مش احلى حاجه ان انت تخبزيها بايدك، احلى حاجه ان انت تخبزيها بايدك. فطبعا لازم كلنا ان احنا، واحنا اصلا بنشتغل في حاجات بسرعه، وعشان احنا نقول للناس ان المطبخ مش مرهق وان المطبخ مش حاجه معقده، فلازم طبعا نشتغل على الكلام ده كله. والفكر الجديد بقى ان احنا باقل الاصناف اللي موجوده عندنا ان احنا نطلع احلى اكل، ولا كانه 5 ستارز ولا كانه فنادق 5 ستارز. لا هو ده بيحصل فعلا، بدليل ان كلنا الحقيقه هو ده عشان احنا يعني تختخنا شويه. هو ده عشان طب احنا وشي معانا اهو على التليفون. وشي يا وشي، انت متعب يا وشي. الو انت فين يا وشي؟ انت فين؟ الو يا ايه ده؟ لا 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 لا، انت فين يا وشي؟ انا موجود. انتوا فين؟ انت ايه ده، موطين عليك النار ولا ايه؟ وشي بيجري على الدايري. اخبارك ايه يا وشي؟ كل سنه وانت طيب. بمسي عليكم كلكم يا موها ورانيا وهبه ونادين ومنال وكل الناس اللي موجوده، وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا جميل، اخبارك ايه؟ بجد والله تمام زي الفل. قاعد في البيت بتطبخ ولا ايه؟ بطبخ، انا ماليش حاجه غير انا بطبخ. انا سمعت ان انتوا كان عندكم تكريم النهارده يا اوشي. اه دي حقيقه، خدتوا ميداليه وحاجات كده. اوبا بقى اوبا بقى. يا اوشي ايه بقى، ايه بقى، احكي لنا ايه الموضوع ده ومنين وكده التكريم ده؟ والله كان عاملين ايفنت كده لشيفات صغيره بتتدرب للطهي يعني، في مؤسسه كده كبيره نازله. وجابونا انا والشيف ميزو وشيفات ثانيه كبيره برضو، كنوع من انواع الموتيفيشن للشباب الصغيره. تمام. وكرموكوا يعني وخدتوا ميداليات وحاجات كده. عايزين نشوف الميداليات دي من فضلك. حاضر 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 حاضر. اوعى فيهم انا مش فيه. اوعى. مبروك عليكم التكريم، وميرسي ليكم بجد على تعبكم معانا وعلى كل الحاجات الحلوه اللي انتم بتعلموها لنا وبتعلموها لكل الساده المشاهدين. ربنا يبارك لك. وحقيقي اكلكم زي الفل وبشهاده الجميع، كلنا تخنا لسه بقول لهم اكلتوني سمك وانا اصلا مش باكل سمك، فانتوا شابو ليكم يعني. اسالي هيعملوا لنا ايه بالظبط؟ طمني امن يا رانيا، امن على يوم السبت. أيوة. من غير شطه، ما هو لازم، هو من غير شطه يعني يجيب الشطه. أيوة. هتعمل ايه؟ روني فلفل بسيط. حاجه بسيطه، فلفل بسيط، شطه بسيطه عشان. طب مها مش موجوده السبت لو سمحت، من غير شطه. مها قولي له يا مها. حاضر، اتوصي بيه السبت من غير شطه. السبت بس بيت اللي رانيا عشان هي بتحب الشطه. انت غاوي، حاطط نقرك في نقري. بنشكركم يا اوشي ويا ميزو، وانتم مخيرينا في اكلكم. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. تسلموا يا رب، كل سنه وانتم طيبين ودايما متجمعين يا رب مع بعض في اللمه الحلوه. يا رب يا رب دايما ان شاء الله. هنسمع حيرت قلبي معاك.